انا هتكلم عن الظلم يا دكتوره، بس مش من جوزي الله يرحمه. انا ارمله ليا 5 سنين والحمد لله رب العالمين، فاكره له كل خير الله يرحمه. حتى انا عشت معاه حوالي 34 سنه. خلال 34 سنه دي اكيد برضو في حاجات بسيطه كده، بس الحمد لله مسامحني، هو مسامحني. يعني هو في الرعايه قبل ما يتوفى باسبوع وطيت عليه كده، هو تاني وسامعني، كان عنده فشل في الرئه الله يرحمه. الله يرحمه يعني. وبعدين بقول له انت مسامحني؟ قال لي اه، وقلت له انا كمان مسامحك الله يرحمه. بس اللي ظلموني يعني اهله، اهله تعبين يعني لغايه دلوقتي. انا قاعده في كتيله ولغايه دلوقتي بشوف منهم ظلم جامد. انت قاعده معاهم في البيت؟ اه، بس هو جوزي الله يرحمه مش مامته اللي في البيت، مش مامته يعني، مرات بابا؟ مرات بابا. هو جوزي الله يرحمه يتيم من هو عنده سنتين، يتيم عنده سنتين. ممكن تعلي صوتك؟ بقول لك من هو عنده سنتين، عايزه اعلي صوتي عشان حد يسمعني. فهو يتيم ودي مرات ابوه اللي ربته. بصي بقى، كل حاجه تتخيليها شفناها، تمام؟ كل حاجه شفناها معاها. بعد ما مات يعني عايزه اتدخل في اموري، انا ماشي ايه، انا باخد مع بابا الله يرحمه. عايزه اتدخل في اموري كبيره وصغيره، لو رايحه مشوار انا مش بخرج من باب شقتي غير ما بيكونوا ولادي عارفين. انا لازم اجيب حاجه، راح عند اختي، مش راح عند ابني. عايزه اتدخل في حياتي في كبيره وصغيره. واثناء وجود جوزك كانت نفس التطفل برضو؟ كانت متطفله جدا، مش للدرجات. هي دلوقتي زي ما تقولي عندها حب تملك، عايزه تسيطر عليا، وانا كبيره، انا عندي 58 سنه. ما شاء الله، ربنا يديك العمر. الله يخليك يا دكتور. ف انا بدا عليهم لان هم ظالميني في حاجات كتير، بدا عليهم بجد يعني، هي وبنتها وكل مش قادره تسامحيهم. لا زوجك تفتكري برضو ما كانش قادر يسامحهم؟ يا دكتور، يا دكتور. دي قبل ما يتوفى، قبل ما يخش الرعايه بكام يوم، 8 دكتور. سامعاكي، اتفضلي. قبل ما يخش الرعايه بكام يوم قال لي قولي لفلانه محمد فاكر كل حاجه. فاكر كل حاجه. هي كانت مرات اب قاسيه. يا ربنا ما تتخيلهاش. والله ما تتخيليها. وابوه كانت قادره تسيطر على ابوه؟ هي بعد كده كانت تقول للناس انا 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 جديده، انا كنت جديده. متوفي لي حوالي 30 سنه، 31 سنه. بتقول للناس انا كنت جديده وغالي كان بيخاف مني. صعبه. ومديه نفسها صلاحيه التدخل بما انها هي اللي ربته. كل شيء، واقفه كل شيء. بس انا يا دكتور هو الله يرحمه قبل ما يخش الرعايه باسبوع كده قال لي قولي لفلانه انا مش مسامحها. فاكر انا فاكر لها، لا مش الكلمه دي، انا فاكر لها كل حاجه. ما معنى انه فاكر لها كل حاجه ففاكر لها اكيد الوحش. بالظبط. انا اللهم صل على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، احتسبت الكلمه دي ان هو بيأمني اقولها لها. انا بصراحه خفت اقولها لها سيدي علي او كده. فرحت المشيخه، مشيخه الازهر، سألت في النقطه دي. سألت الشيخ، طب اقول له دلوقتي سيادتك جوزي الله يرحمه موصيني اقول له فلانه كذا كذا. راح قال لي لا، الافضل ان انت ما تقوليلهاش عشان لعل وعسى تقول الله يرحمه. ما نشيلش النفوس، يمكن تترحم عليه. انا يا دكتور يعني كل حاجه يعني يتشكلوا، عايزين نتحشوا لهم يعني في الكبيره والصغيره، عايزين ننزل لهم. انا عامله قسطره وتعبانه، عندي كان مشكله في قلبي، فما فيش جهد ان انا كتير. طب ليه مش قادره تعملي فاصل وتقولي لا؟ عارفه بقى بتجنبهم يعني. ديت ممكن اسمع شتيم شبوني وانا قاعده. هو انت عايشه في بيت عيله؟ يعني ما ينفعش حتى تبعدي مثلا تاجري الشقه وتاجري في مكان تاني؟ لا، وبعدين انا جوزي الله يرحمه شقي في الشقه اللي انا قاعده فيها دي، في اسيب شقي. انا مش عايزه اسيب شقي يعني، اسيب شقي. معايا حق ولا مش معايا؟ طبعا طبعا طبعا، خليكي في المكان اللي عشتي فيه 30 سنه واكتر، وربنا يا رب يجازي الظالم بظلمه. دكتور انا يا دكتور متجوزه بالظبط من 6/11/86 يعني 38، داخل على 38. يعني انت ما شاء الله اسم الله ولادك كبار وممكن يكونوا متجوزين كمان. انا عندي احفاد، عندي ما شاء الله. وهي لسه ما زالت، هي اكيد كبيره في السن، اكبر منكم بحب حلوين، لسه بنفس الجبروت وبنفس الظلم. والله والله والله، والعيش اللي امها صبي ده. والله فكرتي عمرك وانت ساجده تدعي عليها؟ كتير قوي. لو بدعي وسبحان الله يعني لسه من اقل من شهر كده، اللهم لا شمات يا رب، اللهم لا شمات. انا مستحمله كتير، ويجعل ربنا يجعل صبري في ميزان حسناتي. يا رب يا رب يا رب يا رب. حصل لها ايه؟ يعني حصل معاهم مشاكل في الشارع واتبهدلوا.
رغبت مننا إن رغبنا ان احنا ما نزلناش، عايزين كل شويه. انا ولادي الحمد لله متعلمين ومتوظفين. انا مش ما عنديش استعداد ان انا بعد ما شقيت عمري كله تبهدلي ولادك، ولادي احبسهم في مشاكل. طبعا 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 طبعا. هما بقى مش مستوعبين النقطه دي. لا مش مهم يستوعبوها، أنا كويس قوي ان انت مستوعباها. انا والله والله. برافو عليكي، اهم حاجه ولادك، والحمد لله يا رب، الحمد لله على السنين اللي مرت. الناس كلها والله بتحبني الا هي وبنتها. اول يعني بصي طول النهار قاعدين ما لهمش حاجه، اسمعهم بيشتموني في المنور، اسمعهم بيشتموا علي في المنور. ما تعبت يا دكتور، تعبت والله، نفسي تعبت خالص، لدرجه ان لو حد من ولادي كلمني كلمه صغيره والله بتضايق. اكيد اكيد الجو العام مش افضل شيء، اكيد وجودهم معاكي في نفس المكان ده مضايقك. مضغوطه والله، يعني مش حتى بيقولوا يعني ربنا يعينها عليا في لا لا، مش لا يصلح حالهم. ربنا يصلح الحال يا رب، ربنا يصلح الحال.